نواف اخو مي. اه اخو سنتي. اي اخوي. طيب مدام عند سخو ورا ما خليتيه هو يشيل دبة الغاز، تشغلين خلق الله وتنادينا. اسمع تراك كثرت علينا، الحين بتساعدنا ولا توكل؟ لا 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 بساعدكم، وين المطبخ؟ هذا المطبخ. طب عادي تجين توريني اياه؟ انا بوريك اياه. يلا همشي ابو حمود. هلا والله بالعيال، ادخل ها روح للدخل. امشي يا بالحلال. يلا همشي 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 همشي. والله انه خفيف دم. ايش خفيف دم؟ يا ولد اثقل اثقل. أنا ما بيزيل هذا دبة ألوان، أنا سيل سمسم هذا دبة برتقالي، أنت معلوم ولا ما في معلوم؟ هلا معلوم، وهو صادق، وراكم مشخبطين عليها، كان خليتوها مثل خواتها برتقالية. بموت بنات، الحين صار لي شهر أرسمها وذا يقول شخبطة؟ لو سمحت، هذا فن تجريدي عشان لا ينكسر له مطبخنا. أنا اللي بينكسر ظهري، وش دخلني أنا فن تنجيدي ولا مو بتنجيدي؟ تجريدي. الزبدة، ظهري بينكسر. خلاص خلاص بنات ما له داعي كبسة، بنطلب من مطعم. كل هذا علشان كبسة؟ كان قلتولي من الأول. ولا حركة، ولا واحد ياكل منكم ولا لقمة. أبغى أغرف البنات الاستراحة. من زميمهم حنا؟ وتاخذ الأكل من قدامنا وعي باه بس. وعي باه عليك، ما تستحي على وجهك، هذول البنات اعتبرهم مثل خواتك. بعدين أخاف ينحتونا يا عيال. عامر عامر بقي لنا شوية. أبقي لك شوي؟ أبشر أبشر يا أخي، أنتم ما تعرفون بالمرجلة، بنات ذولي بنات جالسين لحالهم. هذه الكبسة لسه أنت أخوياتس، لا تأكلين الحالس. وش دعوة، يعطيك ألف عافية يا رب، مشكور ما قصر. في ربي ذا العامر. نعم عامر سيعطيكم الشطه والجرجير، دائما ينسى الله يصلحه. يا الله يقرفك. شكلهم ما يحبون الجرجير. واو عاد مره متحمسه الاكل العيال. هات صحنك رولا. والله ما اكل لو اموت جوع. انتوا ما شفتوا يده كيف كلها شعر وزفر؟ وع وي على اساس عمال المطعم مسويين بديكير ومنكير. والله حاطين مناكير ولا في دينهم شعر، ماكله ماكله راي عقب شر. عاد تصدقون ولا طبخهم ازين من طبخنا. بس يا عيال استراحتهم ضبطه ومزبرقه واحسن من استراحتنا. ايه يا حبيبي البنات دائما كذا يهتمون في ادق التفاصيل والجماليات. هيا خذها، كيف تبغى جماليات في استراحتنا وشفاط النمل؟ كيف كيف وشو مزز؟ ايه استحي على وجهك، ترى هذول مثل خواتنا. غريبة، ما قالوا لي افتح الباب زي كل مرة، أكيد شخصيتي صارت قوية. هلا والله بصلوح. يا هلا والله وغلا يا عيال، راشد ودخالتي. وهذول يا اخوياي حسين ومضحي. هلا والله حسين. هلا فيك والله. أجل وين مضحي؟ مستحي ما دخل. يا مضحي يا مضحي، ما تشوف انت؟ ما تشوف ناظر تحت يا اخوي مره ثانيه. طيب ابشر. انت مضحي؟ انا مضحي. شكلك نصراوي. نصراوي ودم ضروسي بعد الثريان. اقلط حياكم الله. يا هلا يا هلا. امسك يدي لا تدعسك سياره. اوكي وش سالفتكم انتم؟ احنا كنا كاشتيرين للبر رايحين لاخويانا وولعت لمبه الماكينه وقلنا نمركم في الاستراحه. وين اخوياكم؟ اخويانا رجعوا. خلهم يجون. تبون شيء منهم؟ اي خلهم يجيبون كافي. دق عليهم. دق عليهم. كم عددكم؟ حنا 10 ونص. اسمع خلهم يجيبون من كيان. بنات شاي ولا قهوة؟ شاي. هلا والله. هلا هلا حي الله من جانا. تفضلي تفضلي. يا أهلا. أسورت ونورت والله. بنات رحبوا بضيفتنا بنت عمي هند. هلا بنات كيفكم؟ الحمد لله كويسين. رولا بالله أبيك بكلمة. اقعد اقعد. ايش فيس واقفه؟ شاي ولا قهوه؟ ما تبي شيء؟ مو قلنا ما نبي ضيوف غير اللي قاطين بالاستراحه. يا اختي وش اسوي؟ هي شافت ستوري سناب عندي وانسبت بحلقي الا ارسل لها لوكيشن. قولي اسفه ما اقدر. صح يا انتي، وشون اقول لبنت عمي اسفه ما اقدر؟ رولا اذا مو قد كلمتك لا تقطين معنا من البدايه، وتراك انتي اللي من اول تقولين ما نبي ضيوف ما نبي ضيوف.
أقول بس لا تكثرين هرج، شرابة القهوة الحين وبتطلع. أوكي، بس حتى أنا بكرة بعزم بنت عمي منيرة، توها تخرجت وبسوي لها حفلة، وأشوف واحدة منكم تعترض. كذا نظامك يعني. ابتعد عني محبات وش تبيني، ابتعد عني محبك وش تبيني، قدرك الغالي رميته في الثرى. شباب شباب، الفوطة دي من هنا، معلش استخدمتها. هذه لي أنا بس عادي، إذا خلصت منها ذبها في الزبالة. بنات ليش جايبين كيكتين؟ أنا أقول لكم الصغيرة بصفقها في وجهها عشان أبي أرد لها حركة سوتها فيني قبل 5 سنين، والكبيرة عادي تصير هي الأساسية اللي نقطعها وناكلها. أم الحماس يا شيخة، بس اسمعي أنا عندي اقتراح.